اهلا بيكم فيديو جديد. اسهل لعبه للربح من الانترنت، اللعبه دي طلبت مني في الكومنتات، دخلت لقيت الدنيا تمام واللعبه بتسحب ومفيش اي مشاكل. السحب عن طريق فودافون كاش، اتصالات كاش، اورنج كاش، بيبال لو انت بره مصر، يعني كله شغال يا صاحبي. ولكن حط في بالك ان هي مش هتغنيك اللعبه، اللعبه مش هتغنيك عن الشغل اللي انت بتشتغله، مش بديل للشغل بكل تاكيد، هي حاجه ثانويه، حاجه فرعيه، هتجيب لك حاجات بسيطه ولكن كويس، ربح شغال للي طول اليوم، مفيش للناس الصغيرة برضو في السن تقدر ان هي تعمل مبالغ بسيطة ولكن كويسة بالنسبة لهم. اما انت لو حد كبير مثلا فبكل تأكيد اللعبة دي مش هتغنيك عن اي حاجة، يعني ما نشتغلش، لا يا عم اشتغل وتوكل على الله في الساعة اللي انت بتضيع وقتك فيها، ادخل وجمع على قد ما تجمع، حتى لو هتجمع لك 5 جنيه كويس. دلوقتي قبل ما نروح صاحبي للعبة وندخل في تفاصيل اكتر من كده، مهم جدا ان انت تصلي عليها في الكومنتات، تشترك في القناة، تساعدنا ان احنا بقى نوصل للـ90 والـ100 ألف اللي بقى لنا سنتين مش عارفين نوصلهم، وتفعل جرس التنبيهات. بس كده تعالى نروح نشوف اللعبة. لينك اللعبه في صندوق الوصف، لما تحمله تمام هتفتح معاك اللعبه بالشكل دوت، هيبدا ان هو يقول لك سجل بفيسبوك او بجوجل، احنا متعودين بجوجل فهندخل بجوجل. بعد كده هتفتح معاك اللعبه زي ما هو قدامك كده، جايب لك شويه حاجات او خضروات او اشياء يعني في الصوره اللي قدامك ديت. فكل اللي انت بتعمله بتعمل ايه؟ بتشد كل حاجتين زي بعض تمام، وتشدهم او تدوس عليهم، بس هما بيجمع او مجمع ثلاثه بيبدا ان هو يعد معاك فلوس، يعني زي ما قدامك كده اداني 74 قرش او 74 من القرش، حاجات بسيطه كده وهكذا. وانت ماشي نفس الموضوع، بتفضل تدوس تدوس ونفس الموضوع، تكمل الموضوع للاخر لحد ما تجمع مبالغ. بس دي كل اللعبه يا جدعان، ما فيهاش اي تعقيدات، تفضل تلعب وتجمع، تفضل تلعب وتجمع. عندك اكيد حاجات تانية تجمع منها فلوس، مش هنفضل بقى على قد اللي هو، لا في حاجات تانية هنجمع منها فلوس. زي مثلا ايه؟ لو دوست على صندوق الهديه دوت تمام، هتلاقيه بيقول لك المزيد من المهام. في حاجات تانية تعملها تجمع او تزود فلوسك، زي مثلا صندوق الكنز، العاب تانية تقدر تلعبها برضو تمام. لو رجعت بقى للواجهه التاني ودوست على المهام او القلم دوت تمام، هيبدا ان هو يجيب لك مهام يوميه، حاجات تعملها كل يوم، وتبدا ان انت تجمع برضو رصيد للرصيد اللي معاك. بس اتفرج على فيديوهات، اكمل المهام التفاعليه، تقضي وقت على النت، تشارك يوميا، ان انت تفتح بس يومين كده خلص الحوار، موضوع بسيط يا جدعان، ما فيهوش اي حاجه خالص. بالنسبه بقى لاخر حاجه تقدر برضو تسحب منها فلوس او تكسب منها، هي دعوه الاصدقاء. زي ما هو قدامك كده بيقول لك لاول صديق هتاخد 2 كي، 2 كي ده تقريبا 2 جنيه مش 2 مش 2000 جنيه يعني تمام، او 20 جنيه حاجه كده كده، عشان بس الارقام هنا مختلفه شويتين ثلاثه عن الطبيعي تمام. برضو الثاني 3000، 4000 وهكذا وانت ماشي. فاول ما بتجمع بتبدا ان انت تعمل ايه؟ تسحب فلوس يا صاحبي. السحب زي ما انا قلت لك بيكون عن طريق فودافون كاش، اتصالات كاش، اورنج كاش. عندك برضو في الابلكيشن دوت شبه البرامج اللي اتكلمنا عليها قبل كده، ولكن انا شايف ان في حاجتين او في محفظتين، واحده بتجمع فيها كوين والثانيه بتجمع فيها الرصيد، والاثنين تقريبا ينفع تسحبهم. فان شاء الله هنعمل فيديو تاني بعد فتره يعني بالسحب، سواء من هنا او من هنا، ونشوف الفرق بين المحفظتين. واخر حاجه احب اقولها لك ان المبلغ اللي هنسحبه السحب يعني هيكون هديه او جيف اواي بمناسبه الـ80 ألف اللي احنا وصلنا لهم. فشكرا يا جدعان لكل الناس اللي دعمتنا ووصلنا لحد هنا، فاحنا عايزين نكمل، احنا عايزين نوصل للـ100 ألف مشترك. بس كده موضوع بسيط، مفيش تعقيدات، بس كده. اشوفك في فيديو تاني يا صديقي. سلام.